انطلاقاً من رسالتها الأكاديمية نحو خدمة المجتمع، عقدت كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة المؤتمر التخصصي لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية تحت شعار عراق الحضارات بلا مخدرات في العتبة الكاظمية المقدسة. هذه الآفة الخطيرة اللي هي آفة المخدرات تحتاج لمكافحتها لتضافر الجهود، جهود المؤسسة الدينية والمؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الصحية والمؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى جميع شرائح المجتمع. لذلك قمنا بدعوة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة التي نرى بأن لها علاقة كبيرة بمكافحة المخدرات والسيطرة على آثارها. كل الجهود المبذولة والقائمين على هذا المؤتمر، ونتمنى عقد مؤتمرات مشابهة على هذا النهج لغاية رفع المستوى في مكافحة المخدرات. من الله التوفيق. مشاركة مؤسساتية وعلمية واسعة من قبل وزارات الدولة شاركوا بالمؤتمر، الذي بدورهم طالبوا بإيجاد حلول رادعة بحق المروجين والمستهلكين لهذه المواد الخطيرة. اليوم الجامعات تلعب دور كبير جدا في إعداد المناهج، والمؤتمرات في تعريف خطوة هذه الآفة، الإعلام يلعب دور كبير جدا أيضا في وإيصال خطوة هذه الآفة إلى أبسط أهالي العراقية، وزارة الرياضة والشباب في قضية المراكز الترفيهية للشباب، في سبيل التعادل عن الكوفيهات واللقاء بصديق السوء، الدواوين وقف السني والشيعي أيضا يلعب دور مهما في تعريف خطوة هذه الآفة من الناحية الشرعية. تم تشكيل لجنة وزارية متعلقة في مكافحة المتعاطين في المخدرات في دوائر الإصلاح العراقية. هذه مهمتها هي متابعة كل الخطوات التي تهدف إلى يعني تعافي هؤلاء النزلاء، وأيضا تم تخصيص سجن محدد اللي هو سجن بغداد المركزي، الذي يعني يكون فيه أغلب النزلاء من المدانين فيما يتعلق بالمخدرات. إقامة مثل هكذا مؤتمر له دور كبير في حث الشباب على ترك هذه الآفة الخطيرة، خاصة وأن المخدرات قد بدأت بدق ناقوس الخطر. أركان الجابري، قناة العراقية، بغداد.